بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة لهذا اليوم من برنامجكم لقاء على الأثراء. اليوم حلقتنا إن شاء الله تعالى تتحدث عن عيادة المريض، إن شاء الله نتحدث عن الموضوع وأهميته وفضل هذه العيادة إن شاء الله، كل ذلك وأكثر مع ضيفي الفاضل الشيخ رائد الحزيمي الخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله شيخ رائد وسعداء بلقائك. يا هلا، جزاكم الله خير، وأنا كذلك أسعد يعني بهاللقاءات الجميلة هذه. حياك الله. اليوم شيخ رائد إن شاء الله مثل ما أخبرنا أحبتنا المشاهدين الكرام، حديثنا إن شاء الله عن فضل عيادة المريض. نعم. وطبعا البعض يقول يعني ما سبب اختياركم هالموضوع؟ الموضوع شيخ رائد مهم، الإنسان يجب أن يحرص على أن يزور المرضى، فيها أجر عظيم حتى لو يعني كثرت ملهيات هذا العصر ومشاغل الإنسان، يجب أن لا يتهاون في هذا الأمر. نعم. في البداية يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مثل ما تفضلت، موضوع مثل هذا مهم جدا، لأن المرضى أكثر حاجة، ضعيف. جميل. المريض ضعيف. صحيح. فيستمتع بمن يزوره، وطبعا له أداب، لكن إذا جاء له واحد كأنه يرفع عنه هم كبير. سبحان الله. لأنه محبوس في الأسرة البيضاء كما يسمونها. صحيح. سواء كان في بيته أو في المستشفى. صحيح. فهذا الضعف يريد أن يتقوى بعد الله سبحانه وتعالى بمن يأتي، يبي يسولف، يبي يسمع الكلام الطيب، يبي يرفع من معنوياته. دائما هذا هو الضعيف، ويريد أن يتشبث بالقوي. من هو القوي بعد الله سبحانه وتعالى؟ الصاحي. نعم. الصحيح. صحيح. قوي. نعم. اللي يطلع برا واللي يمشي بالشارع واللي صحيح. كذا، وعند المعلومات، وقد يكون يوم المعلومات متوفرة في هذه الأجهزة، ومع ذلك يريد أن يسمعها من الآخرين. صحيح. شاهد الأمر. لذلك الشريعة رتبت أجر عظيم عظيم لمن يزور المرضى، بل في البداية قبل الأجور جعل النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 6، وفي رواية 5، وعدة روايات. من هذه الحقوق زيارة عيادة المريض، أن تعوده إذا مرض. هذا حق عليك. هذه مو منا ولا واجب، حق. مو منا ولا فلا فضل. هذا حق عليك. هذا الله سبحانه وتعالى أوجبه. بل قال، شوف العلماء شلون. من الذي سيصيب الأجر ويحقق هذا الفريضة؟ لأن العلماء يقولون عن زيارة المريض فرض كفاية. قد واحد يدخل علينا يقول هذا فرض كفاية. طيب، يعني لو قام فيه البعض سقط المؤاخذة عن الآخرين. ما يؤاخذهم الله سبحانه وتعالى. لكن من هذا الواحد الذي فاز بالجائزة؟ أول واحد. سبحان الله. في التنافس، أول شخص يزور المريض أخذ هذه الجائزة، وهو أخذ وسد عن الأمة كلها. شوف، سد عنهم كلهم بأنه الذي حقق الفرض الكفاية في قضية عيادة المريض، وأخذ كل الأجر. سبحان الله، فاز بالأجر. ما جاء بعده. نعم. اللي يسوي الفريضة أجر، ليس كاللي يسوي الحديث في البخاري اللي هو من عاد لي مريضا فقد، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. ما تسلسل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. أول شيء الفريضة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن المقدمة الفرائض، فهو أكبر أجر وأكثر أجر من النافلة. صحيح. لأن هذا الذي يريدها الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي حقق. سبحان الله. وهذه رحمة شيخ رائد. طبعا. سبحان الله. هذا من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك الاتنافس متنافسون. نعم. لذلك شيخ رائد، البعض يعني ربما يعني تضايق أو يقول لك ليش ما بلغتني يا أخي، أخونا فلان مريض تعبان، ودي أزوره بأخذ الأجر. البعض الآن حتى ما يخبر البعض، فما رأيك في هذا الأمر شيخ رائد؟ والله سمعنا اليوم يعني وشاع عند الناس، يقول ما أبي أضايق الآخرين. بالضبط. والله مو بشارة. أنت ما تضايقهم، أنت تعطيهم فرصة. أنت الآن مريض ولك الأجر. نعم. من الله سبحانه وتعالى بما أصابك الله من البلاء. من المرض، ويسقط الله عنك الآثام. نعم. لكن افتح الباب حق منه الأجر. صاحي الأجر. لأن وهذا قد يغيب عن المريض كذلك، أجر زيارة المريض
يستغفر له 70,000 ملك. الله يسخر الملائكة خلق من خلق الله عز وجل. فالله خلقهم لأجلنا وليحفظوننا، يحفظونه من أمر الله. ومنها كذلك 70,000 حتى يرجع. هذه يعني مقدرة عظيمة. حديث القدسي يقول، قال الله سبحانه وتعالى: عبدي مرضت، شوف مرضت فلم تزرني. قال: كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن فلانا مرض فلو زرته لوجدتني عنده. الله أكبر. فإذا شوف إلى أي درجة الله سبحانه وتعالى يكون مع المريض ويكلأه، والأجور كثيرة حق المريض، تكتب له أعماله وإن كان مريضا. سبحان الله. وطبعا المسافر مثله، ولكن يعني كلامنا على المريض. صحيح. مريض متعود يصوب اثنين وخميس، مرض مرض، شوف رحمة الله عز وجل، قلت مساعد، رحمة رحمة، كتبت له الأجور كأنه صحيح، لأنه عازل عن الصيام. وهكذا شوف المريض تتساقط الذنوب. له ميزة عند الله سبحانه وتعالى، أن الذي ابتلاه الله، الذي أمرضه الله، صحيح، والذي سلط عليه هذا المرض الله سبحانه وتعالى. نعم. فأراد الله به خيرا، لذلك أشد بلاء الأنبياء. صحيح. ثم الأمثل فالأمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأنبياء من مرض. وأشهر الأنبياء بالمرض ها. نعم. أيوب عليه الصلاة والسلام. صحيح. هذا معروف المرض اللي أصابه. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو له يعني السقف الأعلى في قضية ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى من البلايا. طبعا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، احنا تكلمنا اليوم على المرض بحد ذاته. صحيح. فأيوب عليه الصلاة والسلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر. نعم. طبعا شراد، يعني الآن أنت بهذه المقدمة جزاك الله خير، يعني تبين أهمية الإنسان يعود المريض. لذلك يعني إذا سمحت حالة المريض بالزيارة، هذه رسالة للشيخ رائد منك أيضا ومن برنامجنا، الإنسان يعني المسلم يتواصلون بزيارة أخوهم المسلم، يعني يخبرون بعضهم خلنا نزوره، خلنا نأخذ الأجر، ما يمنع ذلك إذا حالته سمحت طبعا. بالضبط. نعم. يعني اليوم الحمد لله في عندنا وسائل كثيرة، كنا في قبل التليفون والله طق عليه الباب، اليوم وسائل الجروب وسموها المجاميع، هذه يشكلونها في الأجهزة هذه. صحيح. مجموعتك هذه أو الجروبات اللي يسمونها اليوم بالمصطلحات هذه، أخونا والله تعبان، أخونا فلان تعبان. صحيح. في المساجد كثير. صحيح. مساجد. صحيح. نشطة. تحط لوحة بالضبط عند باب المسجد. صحيح. وهي أخبار أهل المسجد. بالضبط. من زواج. صحيح. ومن غيره منها المرض. صحيح. في الأمراض كذلك، فعلي الإنسان يخبر أحبابه. نعم. يكفي يا مريض، يعني رسالة موجهة حق المريض. أه. يكفي لو علم الناس بمرضك دعوا لك. الله أكبر. أنت محتاج الدعاء. صحيح. خلهم يعرفون ولا تعلموا الأجر، ولا تعلموا الأجر، ولا تعلموا سك الأجر فرصة. صحيح. يمكن كثير منهم وكثيرهم إن شاء الله ظننا الحسن فيهم يقيمون الليل. صحيح. فذاك في الهزيع الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، ويدعو هذا ويدعو هذا ويدعو هذا، فدعواتك بكل مكان. والله يؤلمني كثير حتى من أقاربنا، قد يكون أقاربكم أقارب الناس. نعم. من عاطفته طبعا عنده عزة نفس شوي. قد يكون يعني. نعم. ولا يريد أن يثقل على الآخرين. بالضبط. يعني عنده بعض الاعتبارات. صحيح. مو صحيحة. صحيح. خل يدرون. صحيح. وخله يقرر، وأنت شيل العتب عنهم. بالضبط. يعني بالضبط. ما زارك. صحيح. شيل العتب. صحيح. لا تعتب عليه، ما تدري شنو ظروفه. بالضبط. نعم. ترى اليوم وصلت الناس، بعض الناس طبعا قد يكون عنده رهبة، خوف. نعم. طبعا احنا عايشين في هالزمن، زمن الكورونا ما كورونا، وارد. صحيح. ماشي، يشيل العتب. صحيح. ولكن ولا يعني شو نسمي اللي هو العتب وهي الشرهة. بالضبط. لا تشرح على الناس. صحيح. نعم. ترى الناس غرقانة في مصائبها ومشاكلها. نعم. أيضا شيخ رائد ذكرت شيء جميل جزاك الله خير، يعني مسألة العتب ومسألة الأمور هذه، أنت يعني لا تمنع الإنسان يؤدي حق، هذا حق من حق المسلمين على بعضهم البعض. نعم. فأنت يعني مثل يقال أخبر، والناس كل سنة وظرفة كما يقال. بالضبط. هذا حقهم. الله
ألزمهم أن يؤدون هذا الحق. صحيح. افتح الباب لهم خلي يؤدون الحق. نعم. إذن شيخ رضا إن شاء الله عندنا فاصل إن شاء الله تعالى، بعد الفاصل نتكلم إن شاء الله عن الأجر والأجور العظيمة لزيارة المريض، وما شاء الله عندنا أيضا يعني نقاط أخرى إن شاء الله تعالى. إذن أحبتنا مشاهدي برنامج لقاء على أثراء، فاصل وراجع لكم إن شاء الله في لقاء على أثراء، ابقوا معنا راجع لكم إن شاء الله. عيادة المريض وزيارته من الأداب الرفيعة التي حث الإسلام المسلمين عليها وجعلها من أولى حقوق المسلم على أخيه المسلم، بل ومن سبل التأليف بين القلوب الذي امتن الله تعالى علينا به في كتابه الكريم، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، رجعنا معكم في برنامجكم لقاء على أثراء، ورحب فيكم من جديد، وأيضا رحب من جديد بضيفي الفاضل الشيخ رائد الحزيمي الخطيب في وزارة الأوقاف، وحديثنا عن عيادة المريض. حياكم الله شيخ رائد من جديد. يا هلا وسهلا، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. شيخ رائد جزاك الله خير، قبل الفاصل تكلمنا بداية عن أهمية هذه الزيارة، وأنها يعني حق من حقوق أخيك المسلم عليك، وأيضا يعني فيها جانب اجتماعي وأداء واجبات وحقوق، لكن ودنا نتكلم يعني شيخ رائد الآن ربما يعني يخفى على البعض أو الكثير ما هو أجر العظيم لهذه الزيارة. البعض يروح يؤدي زيارة والله حقه علي يعني جار أخ صديق وربما لا يحتسب هذا الأجر العظيم، ودنا نتكلم عن هذه الأجور العظيمة. الأجور من حين ما ينوي النية، النية ترى النية أمرها عظيم. صحيح. وإن لم تفعل أجرت. سبحان الله. من هم بالحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، وأن فعلها كتبت عشر أمثالها. صحيح. والله يضاعف لمن يشاء. سبحانه الله سبحانه وتعالى من كرمه ومحبته للمسلمين أن يدخلهم الجنة سبحانه يعطيهم أجور عظيمة بأفعال قليلة ويفتح لهم الأبواب ويضاعف لهم الأجور. والشيء بالشيء يذكر من أسماء الله الشاكر والشكور. شيخ الإمام السعدي رحمه الله عليه في كتابه تفسير الكريم الرحمن مجمل ما يتكلم عن صفة الشاكر والشكور، قال: الذي يعطي على القليل الأجر الكثير. فتعليقا ما أدري مني أنا أعلق هذا الكلام ولا قرأته كذلك عند الشيخ الشيخ السعدي رحمه الله عليه وشيخ ابن عثيمين، الجنة مقابل أي عمل تسوي أنت، أجر عظيم، جنة عرضها السماوات والأرض على أجر بسيط. لذلك الله يفتح الله سبحانه وتعالى بأن يجعل ملائكته الذين هم عباد الرحمن. نعم. الذين لا يعصون الله فيما أمرهم والذين صفاتهم المعروفة. صحيح. يجعل 70,000 ملك يستغفرون له لهذا الزائر لمن يزور المريض. الله أكبر. أنت تبي أجر عظيم اليوم لو شخص بيسافر العمرة ولا بيسافر تقول له يا أخي ادعو لي. صحيح. استغفر لي. صدقت. 70,000 ملك الله أكبر لا يعصون الله فيما أمرهم، يعني انضاف، يعني لو دعوا أجاب الله دعاءهم. ودعوا للمريض للزائر الآن طول ما هو قاعد في زيارة ويقول له كأنه جاز في خرفة الجنة. خرفة إيش؟ يخرف من ثمارها. سبحان كأنه الله. قاعد تأخذ من ثمار الجنة. سبحان وكأن الله. هذه ليس وهمية متحققة، أي لك أجر عظيم، الله أعلم ما هو عظم هذا الأجر يا من زرت هذا المريض. سبحان الله. إذن هي ليس مشوار عادي أنت رايح لتأدي أنت رايح على مشوار مجاملة، لا، احتسب الأجر. احتسب الأجر. لذلك الأجور مناطة بالاحتساب. صحيح. ما يفعل الإنسان الفعل وهو غايب عن ذهنه أنه لله عز وجل، أنه يريد من بعد هذا الفعل أجرا عظيما. فلذلك هذه نقطة أنت ذكرتها الآن وجزاك الله خير، لا ينبغي على كل إنسان أن يستحضر أن الله مو شرط يعرف شنو الأجر، مو شرط، لكن يستحضر في قلبي أنه ذاهب لله عز وجل وليس رياء ولا سمعة ولا لأجل دنيا، إخلاص، إخلاص كامل لله عز وجل، ليس بينه وبين هذا مطمع دنيوي. جميل. لذلك من زار أخاه
يرصد الله له في مدرجته ملك فيقول لقد طبت طاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. سبحان الله، فأجور عظيمة، أجور عظيمة. يكفيه شيخ رادنا في معية الله كما ذكرت. أحسن، نعم. سبقتني، نعم. معية الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. عبدي مرضت فلم تزرني. قال الله. كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ نعم. قال ألم تعلم أن عبدي فلان مرض فلو زرت زرته لوجدتني عنده. الله الرحمة والبركة عند هذا المريض، إدخال السرور. شوف هذه نقطة ثانية. نعم. الآن كما يقال ذكرنا الحين شيخ رائد الفضل معية الله سبحانه وتعالى واستغفار الملائكة، نعم، وهذا أيضا أجر عظيم سبحان الله. طبعا، وأيضا نزول الرحم والمغفرة هذه تنزل لك من الله، من الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك إدخال السرور وهذا له أجر عظيم سبحان الله. في أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أحب الأعمال. نعم. ومن الناس الذي ينبغي أن تحرص على إدخال السرور في أنفسهم أحدهم المريض والوالدين إذا كانوا مرضى طبعا وغير المرضى. أجر عظيم صحيح. الوالدان لهم حق دائما أدخل السرور على نفوسهم. سبحان الله. ابسطهم واشرح صدورهم صحيح. وإذا كانوا مرضى تستوجب يعني تتأكد هذه الأمر صحيح. في حق الوالدين. والأجر يضاعف فيها لأن أوجب. ما يحتاج. صحيح. نعم. سبحان الله. الناس يعني الحمد لله يعني لو وجدت دين الإسلامي نعم. في كل سكنة في كل لحظة. إذا نذرت لله عز وجل لك من الله الأجر العظيم. سبحان الله. إذا شيخ راد دخول المستشفى يعني وانت رايح تزور هذا المريض سبحان الله يعني تستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك وانت ماشي تشوف المريض اللي مارك يعني مودين يروح العمليات تشوف هالمنظر تسمع الصوت يتألم سبحان الله تقول يعني والله أني بنعمة سبحان الله. يعني أنت الآن قدمت لي أو ذكرت شيء سبحان الله الناس قد تغفل عنه لأن الناس إذا اعتادت النعمة صحيح غاب عنها هذه النعمة صحيح. ولكن لو رأت المبتلى والله. بفقدان هذه النعمة صحيح. كما يقال الأصحاء صحة تاج أو صحة لا يعرفون إلا المرضى صحيح. فهي تاج على رؤوسهم لا يعرفون إلا المرضى سبحان الله. فلو وجدت إنسان ما مثلا يتألم من صداع في رأسه فتذكر والله أنا ما فيني شيء ما فيني صداع فتحس بنعمة الله سبحانه وتعالى وشرع لك نعم. لو رأيت المبتلى أن تذكر هذا الدعاء والذكر صحيح. الحمد لله الذي عافاني فيما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله هذا دعاء عظيم عظيم نعم. هذا من الأذكار من الأدعية التي المشروعة لو رأيت المبتلى طبعا المبتلى بالمرض بالدرجة الأولى وكذلك لو ابتلي حتى بحالة السيارة نعم. فجأة وجدت اثنين تصادموا صدمة أيا كانت صحيح. هذا الدعاء يعني وارد في هذا الحالة نعم. الحمد لله الذي عافاني فيما ابتلاكم به هذا بل ابتلاهم الله لمحبة لأشياء كثيرة صحيح. فالله عافاك سبحانه وتعالى لذلك النبي يقول لا تنظر لمن هو أعلى منك نعم ولكن انظر صحيح. لمن هو أدنى منك أو أسفل منك صحيح. ذلك أجدر ألا تزدري نعمة ربك اليوم نشوف الناس اللي عندهم فلوس والأصحاء نشوف المريض المسكين سبحان الله اللي انكسر صحيح. يعني البعض يقول تريد أن تعرف نعمة ربك ليكن لك زيارة المرضى في المستشفيات روح المستشفيات صحيح مستشفى العظام والمستشفى الرازي صحيح كل مستشفيات الكويت بعيد عنكم إن شاء الله والله يشافيهم أحبابنا كل من يعني ابتلي ستجد نعمة الله عندك رجول تمشي فيها صحيح. ما عندك شيء مكسور إلى آخره بالضبط فإذا ملحظ ممتاز أن الإنسان عند زيارة المريض يستشعر هذه النعمة ويحمد الله عز وجل عليها نعم. وأيضا الشيخ رائد يعرف يعني حقيقة الدنيا أن الدنيا يعني دار ابتلاء ودار فناء ودار يعني ما فيها صحة دائمة أيضا تستشعر يعني تفاهت هذه الدنيا الله المستعان أحسنت نعم. تفاهتها بسلب بهرجتها وما فيها من زينة صحيح تجدها لو سلبت منك سعارة الإنسان وين ترى المكان هو المكان صحيح. والأكل الأكل لكن أنت صحتك وعافيتك تقدر صحيح. مزاجك المتعكر صحيح. معدتك إلى آخره هل تقدر تستمتع بما أعطاك الله ولا لا هي المشكلة صحيح. وإلا الدنيا هي الدنيا صحيح. هذه تفاهتها
نعم. البعض شيخ رضي يقول لك والله لم أشعر يعني بيعني حقة الدنيا وأن الأمور ما تسوى إلا لما مرضت سبحان الله، شعرت بيعني ما تسوى هذه الصراعات، هذه الخلافات، يعني هذه الحروب اللي دخلتها مع الناس ما تسوى يعني الأمور هذه سبحان الله لما مرضت. بالفعل يعني يلوم نفسه يقول أنا شنو كسبت، ما الذي حققت، وعلى شنو سبحان الله، حتى حرشت أو حرشت بين اثنين، حرشت بالضبط المشاكل وهذا، أو سرقت، قطعت رحمي أو ما قطعت رحمي أو قطع الرحم، هذا مصيبة والله. هذه مشكلة، قطع الرحم بالذات. البعض لما الشيخ لما يمرض سبحان الله يعني يتقطع ألم، يبكي على الحسرة على هذا الأمر، فات الزمن بالضبط اللي في الزمن اللي الله أعطاك إياه، وأنت في صحتك وأنت في عافيتك والناس حولك، الوالدين موجودين، ما وصلت الوالدين، الوالدين صحيح. الوالدان موجودان، ها موجودين، كذلك ما ذهبت إلى رحمك، ما وصلتهم، عمتك وعمك وخالك وخالتك وإخوانك وأبناء إلى آخره، دائرة جميلة وفرص سبحان الله. على شنو بالضبط؟ هذه ماكو شيء سبحان الله، على شو دنيا زائلة بالضبط. اي نعم صحيح. فلذلك الإنسان ليلتفت إلى مثل هذه الأمور ويتقترب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم. ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. إذا شيخ راد نكمل معك إن شاء الله أكثر، اللي بقى لنا من الحلقة الجميلة إن شاء الله، عندنا فاصل ورجع معك إن شاء الله تعالى. إذا أحبتنا فاصل ورجع لكم في برنامجكم لقاء على ثراء، ابقوا معنا، راجع لكم إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ورجعنا معكم من جديد في برنامجكم لقاء على ثراء، ونكمل معكم هذه الحلقة عن آداب عيادة المريض إن شاء الله، وعن هذا الفضل العظيم مع ضيفي الفاضل الشيخ رائد الحزيمي الخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله شيخ رائد من جديد. يا هلا وسهلا، جزاك الله خير، الله يحييك. شيخ رائد، نتكلم بعد ما تكلمنا عن فضل هذه العيادة وأجرها العظيمة إن شاء الله، عن آداب هالزيارة شيخ رائد، فنبدأ يعني أول أدب لزيارة المريض، أكيد اختيار الوقت مناسب. بالضبط حسنت. مثل ما تفضلت، وهو كل شريعة يكتلفها آداب، منها زيارة وعيارة المريض. الله سبحانه وتعالى يعني نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك يعني وضع آدابا، منها مثل ما تفضلت أن تختار الوقت المناسب، أن لا تأتي في وقت يتناول الدواء أو المريض يحتاج إلى غيارات أو وقت الراحة والنوم، وقت النوم صحيح. يعني نشوف الأم المرضى مساكين طول الوقت ما ينامون صحيح، مرض داش صحيح، أو صاحب النظافة داش عليهم أو الطبيب يأخذون منه مدري إيش، فتجد نومه مقطع، أو حتى بعد يعني على ما ينام ويندمج يعني صعب صعب على ما الآلام اللي قد تكون فيه أو مزاجه متعكر صحيح. والشيء بشيء يذكر في صورة النور، أدب الزيارة في زيارة البيوت، وإذا قيل لكم ارجعوا ارجعوا هو أزكى لكم سبحان البعض الله. أنا طقيت عليك الباب بالضبط، ما حد طلع لي أو طلع لي، قال تطلع لي تقول لي لا تدش، ما يشرى ويزعل بعد، لا تزعل معك إيش ينشرع صدرك إنك تطبق شرع الله سبحانه وتعالى، أنت ما تدري هذا صاحبك بالضبط. يمكن مزاجه متعكر بالضبط، الافتراضات كثيره، وضع ما يسمح صحيح، في امور اخرى مع زوجته مع عياله، هو نفسه ما يسمح صحيح. البيت بالضبط صار ضغط طارئ عندهم، فلا تكشف عورته، هذا كشف عورات صحيح. المريض اشد صحيح، سبحان المريض الله. اليوم ما يملك نفسه ووقته، هذا قد يملك نفسه ووقته، هذا ما يملك، قاعد محبوس. وهذا اذا شيخ رائد ذكر يعني حتى توجيه حتى له المريض، اذا الوضع ما يسمح عادي ترجعون الزار يعني باسلوب او لوحه الوضع يسمح او يحطون وقت معين او لوحه، الرجاء عدم الزياره الى اشعار اخر وما شابه للكلمات لطيفه صحيح، يجب على الانسان يتقبلها وما يكون يعني يصر اللي يزوره الآن بالضبط صحيح، ممكن أهله عنده اليوم صحيح، أو هذه الفترة الزمنية اللي ممكن هو أصلا المريض يطمئن إلى أهله أكثر، يفضفض لهم صحيح، يشوفوا عياله بناته صحيح، حرمته بالذات بالضبط، اللي عارفته واللي قاعدة معه سنين طويلة وتعرف اللي هو مطمئن لها صحيح، دخولك قطع عليه بالضبط. هذا الجو الأسري الجميل اللي قد يساعد على حتى في بالضبط. العلاج يبي ياكل أكل البيت، يبي يسولف، يبي ياخذ راحته، يبي صحيح صحيح. لذلك آداب الزيارة، آداب الزيارة اختار الوقت المناسب، والحمد لله بلادنا نتكلم عن المريض إما في البيت وإما في المستشفى صحيح،
في المستشفى الحمد لله، وليت نتمنى من أخواننا وأحبابنا الزائرين أن يلتزمون بمواعيد الزيارة. جميل، حتى في المستشفيات يساعدون حتى بعد. نعم صح، يعني مرات يروح قسم النساء يلعبون هذه بنته ولا حرمته ومسكر الزيارة إلا ديش غصب. صحيح، في مريضات قد قلنا الحجاب لازم تراعي مخدر راحتهم. صحيح، فوجودك رجل حرج شديد عليهم. صحيح، والبيوت كذلك. نعم، كثير حط والله لوحة في المساجد أو غيرها، يا جماعة سر الزيارة كذا، هو على الأقل مهيئ مكانه في الدوانية. صحيح، في الصالة مهيئ هذا المكان. صحيح، لاستقبال الزائرين. بالضبط. نعم، قد تأتي وقت المناسب أو أن الإنسان مجهز. نعم بالضبط. أيضا شيخ رائد ذكرت مسألة مهمة من قبل قليل، يعني أنت حتى إذا رحت زرت المريض أو حتى اتصلت تليفون وبنيتك الزيارة لك الأجر إن شاء الله تعالى، حتى إذا ما صار الأمر هذا خلاص، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. من هم بالحسنة فقط. بالضبط، هم بالحسنة. نعم، كتبت له. صحيح، فالحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فلا تزعل. بالضبط، لك الأجر، خدت أجر إن شاء الله. لا تفكر والله درى عني ما درى عني، درى عنك ربك. يا سلام، هذا يكفيك. هذا يكفيك. نعم. نعم. طيب شيخ رائد، بالنسبة للدخول على المريض، يعني أكيد هناك آداب، وإحنا نسمع كثيرا أن يعني قل هذه العبارات، تجنب بعض العبارات للمريض، لا تسأل أمور معينة. أكيد المريض شيخ رائد حساس من أي كلمة، فدخولك عليه يجب أن يكون بطريقة وأسلوب حتى بتعبير وجه مناسبة. يعني المريض بل الصاحي يعني يستشعر الكلمة الطيبة ترفع معنويات هذا الصاحي. فما بالك المريض، المريض هذا وأشد حاجة. لا تجيب له أخبار سيئة ما لها داعي. بالضبط. طبعا وأشد منها لو جئت بأخبار عن وفيات أناس بسبب المرض هذا. اي هذا هذه قله يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. غلط. صحيح، المريض يريد ان ترى معنوياته. صحيح، والذكر باعماله الجميله سبحان الله، حتى الامل يصير عنده. هذا جانب مهم فعلا. نعم، تذكر ايجابيه انجازاته، انجازاته. يقول ما تذكر يا فلان ذيك مره احنا العمره يوم تطوف وذاك الصوب، عيشه بجو جميل ارفع معنوياته ورحمات الله عز وجل. صحيح، وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والأجر من هالمرض، قدرة الله عز وجل العظيمة في شفاء المرضى. صحيح، اضرب مثال في أيوب عليه الصلاة والسلام، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب في رجله. أيوب عليه الصلاة والسلام مرضه الذي مكث معه 18 سنة 20 سنة فقط برجله ما اغتسل به، وأعطى زوجته وأبناءه وملكه كله. قدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة ليستشعرها المريض. صحيح، يعني المريض حتى يثق بربه عز وجل سبحانه وتعالى، ولا يكون عينه على الطبيب الزائر ولا الطبيب ما هذا اللي خلاص سافر جاء طبيب. يعني هذا السبب، لكن تتعلق بالله سبحانه وتعالى. بالضبط، هو الشافي. تتعلق برب الأسباب ولا تتعلق بالسبب نفسه، فيكون فأنت بكلامك مع كذلك مع الوالدين، يعني لا تجيب خبر المزعج عن عيالك أبنائك وعن زوجتك وعن صار عليهم ايش راح يسوون كذا، وانا والله صار لي دين او صار لنا حادث او كذا. ايش بيسوي مسكين؟ ماذا تنتظر من هذا المريض؟ وهو في الاخص لو كانوا الوالدان هم المريض. صحيح، يعني ما الذي تنتظر منهم؟ صحيح. نعم. طيب شيخ راد، الادعيه تقال للمريض، طبعا الادعيه الصحيحه. نعم، انا قبل الادعيه قبل الادعيه بالضبط. نعم، وهو حق المريض علينا. ايوه، أن نسأل بطريقة لطيفة. نعم، عن الصلاة. الله، جميل. هذه أداب زيارة، لأن مسكين ما قد يكون كثير منهم يقول يا أخي أنا على نجاسة ولا أستطيع أن أصلي. سبحان الله، ويترك الصلاة وهو أحوج ما يكون اليوم مع رب عز وجل. سبحان الله، ولا يؤذن. وأنا أقول لإخواني وأخواتي من يشاهدني اليوم، ولا تسقط عنا الصلاة، لا تسقط الصلاة إلا عن اثنين. الله أكبر. المرأة الحائض أو النفساء. نعم، هذه واحد. نعم، ومن فقد عقله. الله أكبر، فقط جنون وما وشابه ذلك. هذا رفع عنه القلم. غير ذلك طالما له نفس يتردد وعقله معه يصلي على حالته. شوف الله اللي أراد منك الصلاة ما صعبها عليك، شوف رحمته. تنازل الرحمن عز وجل، يعني تسامح معك سبحانه وتعالى. صلي على حالتك، صلي قائما، فلم تستطع فقاعدا، فعلى جنب. الله أكبر. وما تصل الطهارة تيمم. وأنت في ملابسك قد تلوثت بالنجاسات، صلي. الله، اجمع بين الصلوات. نعم، ماك لا تقصر لأنك غير مسافر، وهذه مهم أنك تذكر فيها المريض. لك أجر يا فلان أو يا والدتي.
ما اخبار الصلاه. هذا اللي يحتاج الى مريض الشيخ، هذا اللي يبي، ما يبي السوالف، يبي الامور هذه، هذه تفيد اكثر سبحان الله. صلاه القلب ربه عز وجل. بالضبط. بعض الناس فضل الله عليهم، فتح عليهم انه ساعدوا المريض على حفظ كتاب الله ما شاء الله، وقاعد مسكين في المستشفى. هذا اخذ اجر عظيم. ايش رايك نحفظ مثل سوره تبارك الملك؟ نعم. فبداوا يحفظون. انا اقصد نعم. ان من اداب الزياره فكر في مصلحه المريض مو في مصلحتك. الله جميل. المريض ماذا يحتاج؟ ذكر بالله سبحانه وتعالى بالصلاه، يبي تيمم، يبلى الرمل اذا صحيح. اذنت اداره المستشفى، قد يجهل الامور الشرعيه كيفيه التيمم صلاته مريض على وضعه. فجميل انك تفيد يا شيخ راد، مهم. واليوم اليوتيوب صحيح، هالبرامج هذه ما ترك شيء، ما صح ابد. يعني جهز البرنامج قاطع وخلي اشوف وخله معك صحيح، وشاركه بالسماع وارفع صوت. طبعا كل مريض له وضعه. والله هذه زياره طيبه شغلات، هذه زياره طيبه والله، اللي حتى يستانس فيها يستانس وعطى الاخبار المفرحه صحيح. ثم بعد ذلك لا تنسى دورك معه في الرقيه الشرعيه. جميل. من غير ما يجفل منك او يكون عنده رده فعل نافره منك. طيب شغلات، شنو الاذكار اللي جاءت ورت زياره المريض؟ الدعاء له مثلا، ادعي الوالده طبعا، منها اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. هذه تقال 7 مرات. جميل. اذا وضع الزائر يده على رأسي، وأنا دائما أحط بين قوسين حتى ولا ينفر منك المريض. طبعا ما نريد كل الناس يفعلون هذا الفعل أو يتقبل. نعم صحيح. بالضبط صحيح. أن تضع يدك على رأسه، وخصوصا كان قريب منك كذا. ممتاز. 7 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أن يشفيك، وتقولها 7. ممتاز. في 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 نقطة مهمة. ذكرت الرقية شغلت قبل قليل. الرقية الشرعية. نعم. في كتيبات كثيرة حتى المريض خاصة فيه موجودة سبحان الله. يعني أنا اشتر او ليكون معك نسختين، واحده لك والثانيه للمريض. نعم. تساعد على القراءه صحيح، واتركها عنده يقراها. هو يرقي نفسه سبحان الله. فبالتالي ساعد المريض على مثل هذه الاذكار وهذه الادعيه سبحان الله. هذه الاذكار وهذه الادعيه. نعم. لك دور قوي مع المريض برفع معنوياته. أنا في نقطة جميلة جدا لكنها ستأتي إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بأن يحرص الإنسان وهو يزور المريض ألا تفوته ب يعني يعيش المريض بأمل. جميل. إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. صحيح. ورحمة الله سبحانه وتعالى صحيح. قريبة من المحسنين. صحيح. وهذا ابتلاء تؤجر عليه إن شاء الله تعالى. ولا تندم او ولا تفكر فيما فاتك من 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 عبادات، فانها مكتوبه لك. صحيح. ولا يشد المريض على نفسه. هناك من منعهم الطبيب من الصيام مثلا. نعم. كبيره عليه ما يصلي. سبحان الله. لازم يصوم. لازم يصوم. سبحان الله. يضر نفسه سبحان الله. يضر نفسه. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى ان الله كان بكم رحيما. سبحان الله. ولا تقتلوا انفسكم. نعم. لا تقتل نفسك، إن الله سبحانه وتعالى كان بكم رحيما. فعليك أن يعني تراعي حالتك وأيضا وثق بالله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. إذن شيخ رائد تسمح لي عندنا فاصل ورجع معك إن شاء الله تعالى. أحبتنا فاصل وراجع لكم، خلكم معنا. وعيادة المريض، يشعر المريض عند مرضه بروح الإخوة الإسلامية، فيكون ذلك سببا في تخفيف آلامه وأحزانه، وتعوضه بعض ما حرمه من القوة والصحة. لذا كان من أدب السلف رضوان الله عليهم إذا فقدوا أحدا من إخوانهم سألوا عنه، فإن كان غائبا دعوا له وخلفوه خيرا في أهله، وإن كان حاضرا زاروه، وإن كان مريضا عادوه. يقول الأعمش رحمه الله: كنا نقعد في المجلس فإذا فقدنا الرجل 3 أيام سألنا عنه، فإن كان مريضا عدنا. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، رجعنا معكم في لقاء على أثراء، ورحب من جديد بضيفي الفاضل الشيخ رائد الحزيمي. حياك الله شيخ رائد. يا أهلا وسهلا. شيخ رائد، نتكلم عن عيادة المريض وزيارته. شيخ رائد، البعض هو يزور المريض يعني مسكين قاعد متوتر، ما ودي يثقل على المريض، يكون وقت الزيارة طويل، فودي نعرف يعني حتى شرعا وأداب الزيارة كم الوقت اللي يفترض الإنسان يكون جالس فيه عند المريض؟ طبعا المريض إذا راعينا ظروفه وحالته اللي هو فيها، ما تدري هو الآن ما الحاجة اللي عنده. يعني يختلف مريض المريض الوقت هذا. تستطيع
وقد يكون متى إذا هو قالك اقعد أقعد خلاص إذن يبيك. ممتاز. إذن هو يريدك أن تجلس وتطيل معه الجلوس، لكن الأساس أن تضع في ذهنك أنك توصل رسالة. ممتاز. زرته، رقيته، ممتاز، اطمأنيت عن حال حالته، وضحت له كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. جميل. ثم أشعره، أشعر المريض أنت بأنك تريد أن تغادر. هني تلمس حاجة الرغم. طبعا في الكلام العامي لا لا استريح تو الناس، لا لا تقعد لا تجلس إلا أن يكررها عليك ويصر عليك إذا هو يريدك. قد يقول لك يا عن باب الذوق أو أنه يعني نعم. بالضبط. نعم. فلذلك عدم الإطالة عند المريض أمر مهم جدا. هذا الأساس الأصل. الأساس الأصل، لأنه هو في وضعية ليست الصحيح، ما ودك طول عنده في الزيارة. صحيح. فما بالك في المريض المسكين هذا. سبحان الله. فلذلك عليك أن ترفع الحرج. ولا تدري مرات والله مساكين، هذا إحنا الحمد لله رب العالمين إذا دخلنا على المريض وعنده أهله خرجوا. طيب. صحيح. هذه اللي طلعت. صحيح. أنا دائما أفكر فيها. نعم. وين راحت. صحيح. مسكينة. صحيح. إذن هي تجلس في ممرات. بالضبط. قد تكون ما في مكان للجلوس والراحة. صحيح. تنتظر. نعم. لمتى يرجع تباشر هي المريض. بالضبط. فأنت سلم لا تطول. وصح أبد على طول. صح. خمس عشر دقائق هذه بكثير. بالضبط. إيه. ثم أسحب نفسك لأن غيرك راح يأتي. بالضبط. وما شابه ذلك. صحيح. وقبل أن أنسى. نعم. أنسى لا أنسى إن شاء الله. نعم. قضية إحنا أو نحن إذا دخلنا على المريض وزرنا لم نطمئن عليه ونشعره نحن قاعد نسأل عن حاله. بالضبط. في عندنا عبارات معينة أسأله ما يشعر. أسأل ما شار، شو اللي صار معك، شو اللي صار، ما الذي حدث معك. لا، ما أنت لا تعلم كم مرة كرر القصة الذي وقعت معه. نسر اسطوانة مل. أنا مرات أقول حق مير أنصحك نصيحة. سجلها هلا مسجلها. اللي يسألك أضغط على المسجل يقول له اسمع الشريط. أو عطه يقول له اسمع في البيت. إيه لأن الآن والله السيارة انقلبت أو ما أدري إيش أنا حسيت عوار. بالضبط. صحيح. ونفس القوانة والطبيب قال والمشكلة. هذا اللي جاي يكون يعرف القصة بس بيسمع. زد على ذلك لو يتعلم يعني يجعل نفسه مكان الطبيب. لا 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 لا, لا تسوي هذا الشيء. أنا حذرك. أنت لست طبيب. هذه أدهى بعد. هذه أدهى وأمر. صحيح. دع الطبيب المختصين. لا أنا أعرفهم وأدري كلام. سبحان الله. وهو غير مسؤول عنه. هذا وحده. أنت عايش بأمل أفضل. صحيح. وهو غير مسؤول عنه وإذا خرج. صحيح. ما ضر شيء لكن سيضر المريض. صحيح. يأخذ كلامك قد تكون أنت قدوة عنده. بالضبط. أو مسكين يصدق أي شيء. صح. فبالتالي التطفل على موائد الآخر كما يقال أو تطفل على تخصصات الآخرين هذا ما يصح وأود أقول ما يجوز لأن إن كان يعقبه ضرر أنت ضامن عند الله. صحيح. من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن حيث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعيت الطب وإن كان طبا شعبيا. نعم. ولست متخصص ولست طبيبا ولم يؤذن لك رسميا. نعم. تضمن أي ضرر يقع على المريض وإن كان لك تجربة. صحيح. التجربة قد تكون يعني وقعت معك وصدقت معك لن تصدق مع غيرك. فأنت محاسب الله سبحانه. أنت محاسب عند الله في الدرجة الأولى ثم عند القوانين إذا. نعم. كان لو طبق عليك القانون. نعم. إذن شيخ رائد جزاك الله خير يعني الخلاصة الجميلة بارك الله فيك تبتعد عن العبارات اللي ممكن تثير نفسية المريض تعيش في إحباط. الجميل أنك مثل ذكر شيخ رائد تعيش بأمل. نعم. هذا أمر جميل لأن الأطباء يقولون أن الفرح والسعادة. صحيح. يولد مضادات هم أبخص القضية هذا. صحيح. سمعنا منهم. صحيح. بأن الإنسان كان سعيد كان فرحان ممكن حتى في الأكل والهضم يختلف عن الحزين. صحيح. والغضبان. صحيح. هذا ما يستطيع أن يهضم بسهولة وهذا يستطيع أن يهضم بسهولة. صحيح. نعم. طيب شيخ رائد يعني كما يقال نبي يعني كلمة أخيرة تكلم فيها عن أداب الزيارة مسألة الصبر شيخ رائد ويعني التأكيد على الصبر بالنسبة للمريض. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. تكفل الله سبحانه وتعالى بالصابرين فاصبر فاعلم يا مريض إن هذا ابتلاء من الله عز وجل وقد سبقك من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. صحيح. لمحبة الله سبحانه وتعالى الله فيك فأصابك ما أصابك لعل الله جعل لك منزلة في الجنة ما لم تصلها بعملك الله فأعطاك المرض. الله أكبر. نعم. إذا نقول لك شيخ رائد جزاك الله خير وبارك الله فيك وإن شاء الله تعالى ننتفع بكل ما قلت إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير.
أيضا شكر موصول لكم أحبتنا مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله تعالى نلتقيكم في لقاء مقبل في برنامج لقاء على ثراء. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.